في الكوبس، حط الفيشه في الكوبس. واللي يقول لك ما تحطش الفيشه في الكوبس، ما تحطش الفيشه في الكوبس، اظن دي حاجه سهله قوي، ما فيهاش حاجه. ما تيجوا نشوف بتاع ربا بيت يا ست هانم. ميرسي يا ابو المعاد. اتفضل. السلام عليكم. انت بتاع ربا بيت يعني؟ ان شاء الله يا فندم. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. فين الحاجه مدام؟ نعم. الحاجه موجوده خير. الحاجه موجوده. اتفضل اتفضل اتفضل. ثواني بس عقبال ما نعمل الجلسه كده سريعه. اتفضل حضرتك. لا 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 لا. ما تقعدش هنا، هنا واقع. تعالى كده. ايوه حضرتك اقعد هنا استريح بقى، هنا سليم. ثانيتين اتنين يا عباس. حط الفيشه، تشيل الفيشه بس. حط الفيشه. اي 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 شيل الفيشه. هي كده دوم دوم تا دوم دوم تا. ايوه ايوه يا دكتور. احنا شغالين اهو. لا حطيت زي ما انت قلت ثانيتين وبنشيل الفيشه طبعا. حاضر حضرتك حاضر حضرتك. انت جاي تشرف. مع السلامه مع السلامه. تروح لرجائي قول له على الاوراق جهزت وهتوديها له دلوقتي. يلا اجري اجري اجري. مع السلامه. وانا اتصرف في حكايه الفيشه دي، بس انا لو حطيتها الدكتور قال لي لازم تمسكي دماغه علشان دماغه فيها سائل الاسيزوزي بيلب كده، ممكن يجري له حاجه. احط الفيشه ازاي وامسك دماغه ازاي؟ يا رب سائل الاسيزوزي ده بيخوفني الدكتور من الحكايه دي. استاذنك في حاجه؟ بعد اذن حضرتك. بص قوم بعد اذنك، قوم بعد اذنك. بص هنا هاتي الافيشه، شايفها؟ اللي كان الاخ عباس بيحطها. بعد اذنك اقول لك حط فيشه، تحط فيشه، شيل الفيشه، شيل الفيشه. وهي سنتين بالظبط، ما تزودش. اتفضل حضرتك. شكرا لذوقك. حط الفيشه. اي 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 اي. شيل الفيشه. هي كده دوم دوم تا بالظبط، لان زودت شعر ممكن يجرى حاجه. يلا حط الفيشه. اي 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 اي. حاضر. علشان ايه؟ السائل الاسيزوزي يعني احنا عندنا كلنا سائل اسيزوزي في دماغنا. طب حاضر حاضر. عاد الدماغ عينيا حاضر. ده احنا في انتظار حضرتك. هعمل انت بتقول لي عليه. حاضر حاضر حاضر. مش عارفه. طب انا بعمل ده. امسك كده حضرتك. مش عارفه يعني انا هستثقل دمي عليك بقى واسخف نفسي عليك. معلش ارجوك تحط بس الفيشه في البتاعه دي، في الفيشه بس. حط الفيشه. اي 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 اي. شيل الفيشه. شيل الفيشه. بقول لك شيل الفيشه. بقول لك شيل الفيشه. كده 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 حرقت جوزي. تعب اتحرق. تعب اتحرق. ايوه سباكه ست هان. طيب مع السلامه. انت يا ابو المعاد. اتفضل. السلام عليكم. سامحك الله. اتفضل. خير يا فندم. اهلا بيك. اتفضل اتفضل. حضرتك ما تقعدش على اي حاجه من هنا عشان ده كله واقع. تعالى كده على الحرف ده. ايوه هنا بعد اذنك. ايوه
ايوه يا دكتور. ايوه انا دلوقتي بعمل لتقاوي الجلسات. ثانيتين اتنين بس حضرتك في الفيشه. كويس، بعد ما احط الفيشه ثانيتين اشيلها. كويس كويس. وامسك دماغ تقاوي كده. علشان ايه؟ علشان السائل الاسوزوسي حاضر. كل انسان عنده سائل اسوزوسي حاضر يا دكتور. لا باذن الله، لا هو في تقدم الحمد لله. ميرسي ميرسي، انا في انتظارك يا دكتور. يلا بقى نعمل لك الجلسه يا تقاوي. معلش هعطل حضرتك ثواني، هستأذنك بس. شايف الفيشه دي؟ هتمسك الفيشه كده حضرتك بايدك. هقول لك حط الفيشه، تقول لي بس بصوت عالي حطيت الفيشه عشان ابقى عارفه انك حطيت الفيشه. هي فندم طيب. هي جلسه بس سريعه كده علشان الاستاذ تقاوي ربنا يخليك. سعادتك يعني انا ده مش تخصصي حضرتك. لا ده مش حكايه تخصص، ده فيشه كده حضرتك. هتحط الفيشه ولا تشيل الفيشه؟ تشيل الفيشه بس. اتفضل اتفضل اتفضل. ميرسي قوي. هقول لك حط الفيشه تحطها. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه حط الفيشه. اي 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 شيل الفيشه. بس خلاص فهمتها. حط الفيشه، شيل الفيشه، حط الفيشه. اي 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 حط الفيشه. انت عايز عايزه يا لهوي يا لهوي يا خرابي يا فوزي يا حبيبي يا فوزي يا تهاوي يا لهوي. حد يلحقني الناس، حد يلحقني، حد من جيراني يلحقني يا لهوي. يا حبيبي يا تهاوي يا جوز يا غالي يا حبيب عمري. مين اللي حط الفيشة؟ سبعة مية. ايوه يا دكتور. انا واقفة جنب الجهاز اهو. ايوه وتقاوي نايم عليه. لا حطيتك تحت امرك. طيب حاضر، يعني نحط الفيشة مثلا ثانيتين ونشيلها. ان السائل الاسوزوزي اللي في دماغه ينشف. يعني كل واحد فينا احنا عنده سائل اسوزوزي في دماغه. طيب حاضر هستعجله كده. طيب حاضر هستعجله واحط الفيشه ثانيتين وارفعها طوالي. حاضر نشوف بقى. خلي التليفون ده كده قبل ما اشوف ايه. يعني احط الفيشه وسط دماغه بس مش عارفه ازاي هيجيلي. هعملها لك ازاي؟ اشيل الكرسي ولا بعدينك؟ بعد اذنك ممكن استاذنك في حاجه؟ الفيشه اللي بص هاتها لي. ماشي. الفيشه اللي عارف البيضه دي. ايوه شايف حضرتك هنا في هنا بتاع ده كوبس كده. ايوه حضرتك بس انا اقول لك حط الفيشه في الكوبس، تحط الفيشه، اقول لك شيل الفيشه تشيل الفيشه. ماشي. بعد اذنك. ها حط الفيشه. اي 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 شيل بقى شيل. النسيمه دي النسيمه دي يا لهوي يا تهاوي يا حبيبي يا جوزي يا مهنيني يا سعدتي يا جوزي يا حبيبي. عملت ايه في الراجل؟ عملت ايه في الراجل؟ يا خراشي يا خراشي. طيب بتشتغل بتاع مولي بقى قد ايه؟ بقى لي بتاع 8 سنين 10 سنين كده. الله. طب وقبل كده بقى؟ قبل كده كنت شغال حداد. من حداده لنابوليا؟ يا راجل. ايه الشغل كده؟ تقلب عيشه. تقلب عيشه. تخلص. والله كلامك صح. دي تمشي مع دي ودي تمشي مع دي وتاكل العيش بس كده يعني انت تحرق السائل الاسوزوسي؟ لا ما بنحرقش السائل الاسوزوسي. طيب احنا الفقره دي صورناها. لو انت حابب تذيع قول ذيع، مش حابب تذيع ما ذيع. ذيع يا فندم. ذيع. لا ذيع يا فندم. لا يا عم نذيع ونص.